بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله المادة دي اسمها ادارة المواد، ويلقيها عليكم الدكتور ابراهيم امام. لو جينا نتكلم على تطور المنشآت يعني عبر التاريخ وعبر الزمن، هنلاقي المرحلة الاولى كان دايما اهم حاجة عند المنشأة الانتاج، وبعد كده بدأ يبقى فيه اهتمام من الناحية التسويقية. لكن المرحلة الثالثة ان احنا عشان يبقى فيه انتاج وعشان يبقى فيه تسويق وتقدم خدمة كويسة للمستهلك، لازم يكون عندنا بضاعة موجودة في المخزن، خامات موجودة في المخزن، وده خلانا ان احنا نهتم بأنشطة الشراء والتخزين، طبعا الى جانب ان احنا مهتمين اساسا من الاول بالانتاج والتسويق. نفهم من كده بقى ان ادارة المواد هي ادارة المسؤولة على تخطيط المواد والحصول عليها وتخزينها والتصرف فيها والرقابة عليها، بس كل ده له هدف واحد، ان احنا افضل استخدام للموارد المتاحة، بهدف طبعا ان احنا نخدم العملاء، لان المنشأة موجودة عشان خدمة العملاء وتلبية رغبات العملاء. لو سألنا نفسنا ايه هي شكل المادة او شكل المواد، طبعا في ناس كتير جدا تقول لك صلبة وغازية وسائلة وكلام من، طبعا ده احنا مش بنتكلم عن الموضوع ده، يعني طبعا بنتكلم على شكل المادة في المنشأة عندنا. فالمادة عندنا ثلاث حاجات، اللي هي مادة خام، مادة تحت التصنيع، مادة تمت الصنع زي ما هناخد دلوقتي. يبقى المقصود بالمواد احد ثلاث اشكال، شكل مادة خام، والمادة الخام دي مين اللي بيشتريها؟ ادارة المشتريات. وبتتحط فين لغاية ما نستخدمها؟ بتتحط في ادارة الايه؟ المخازن. بعد كده لما بتطلع ادارة المخازن بتروح عشان تصنع، طبعا ما بتصنعش في لحظة واحدة، عايزة زي مثلا في حديد بيتقطع ويتشكل ويتعمل، فدي اسمها تحت التصنيع، ودي مسؤولية ادارة الانتاج. بعد ما بتتم انتاجها بتروح للمخازن عشان نبدأ نبيعها بقى، وطبعا البيع ده من ضمن مسؤولية إدارة التسويق. وطبعا في مخازن فيها منتجات تامة، يبقى احنا مهتمين عندنا بإدارة المشتريات وإدارة المخازن والإنتاج والتسويق. يبقى كده إدارة المواد زي ما قلنا تشمل عدة إدارات، ضمنها إدارة الشراء وإدارة التخزين وإدارة الإنتاج وإدارة التسويق. ولكن طبعا حضراتكم بتدرسوا مادتين درستوهم قبل كده او هتدرسوهم، اداره الانتاج واداره التسويق، فاحنا هنركز بس على اداره المشتريات واداره التخزين كعنصرين مهمين من ضمن عناصر اداره المواد. اما نشوف بقى اهداف اداره المواد، طبعا اهم هدف ان احنا استمرار، عشان نفضل مستمرين في العمل يبقى لازم تمدنا دايما باستمرار بالمواد اللي احنا عايزينها عشان التشغيل ما يوقفش ابدا، ونرفع كفاءة الحصول على المواد، يعني ان احنا المواد ما تجيش مجرد تيجي وخلاص، لا تيجي بسعر مناسب بكمية مناسبة في وقت مناسب من مكان مناسب. وطبعا من ضمن الاهداف برضو الاحتفاظ بالاستثمار في المخزون، بس الاستثمار في المخزون عارفين ان المخزون ما بيتحط في المخزن عبارة عن فلوس ميتة او فلوس ما بتتحركش مجمدة في مخزون، فاحنا عايزين نخلي المخزون دون اقل ما يمكن عشان نقلل الاستثمار، بس بشكل ما ايه ما يبقل ما يقلش قوي بحيث ان الانتاج ممكن يقف. ومن ضمن الاهداف برضو ان احنا يكون عندنا مصادر توريد كويسه، ان احنا نتعامل مع مورد يضمن لنا دايما ان ما يوقف ما الانتاج ما يوقفش ما يجيب ما يخلاش بينا في وقت او في ميعاد او في مواصفات معينه. وعشان كده يبقى علاقاتنا مع الموردين دايما علاقه طيبه ومستمره عشان نقدر يلبوا لنا اللي احنا عايزينه. ده من ناحيه، ومن ناحيه تانية اداره المواد ما بتخدم كل ادارات المنشاه، فلازم يكون في علاقات طيبه بين إدارة المواد من ناحية وجميع إدارات المنشأة، لأن هي بتلبي لهم رغباتهم وبتجيب لهم احتياجاتهم.
بنشوف بقى خطوات او اجراءات الشراء. في خطوات اهي، انت هنخلي بالنا الخطوات دي بالترتيب، خطوه رقم واحد الحاجه الاول احنا محتاجينها. طيب دلوقتي ممكن تكون الحاجه دي موجوده في المخزن، خلاص هنستلمها من المخزن او هنعمل امر صرف من المخزن، هيتصرف مننا لينا، لكن افرض مش موجوده، فطبعا بنوصفها الاداره اللي هي طالبه الصنف ده، بتوصفه لاداره المشتريات. اداره المشتريات قدامها برضو طريقين، لو هي اصلا متعاقده مع مورد معين على توريد الصنف ده هتقول له على طول ادي له امر ايه توريد، ولكن لو ما كناش عندنا مورد اخترناه قبل كده هنبتدي نشتري بقى، نبتدي نعرض الامر ونشوف مين المورد ونختار مين الموردين اللي بيبيعوا الحاجه دي، يعني ونختار احد الموردين، وبعد كده نديله امر ايه توريد، وبعد كده بعد ما نديله امر التوريد طبعا البضاعه ما تبقاش جاهزه عنده، محتاجه تصنيع، محتاجه تاخد وقت، فنتابع التوريد عشان ايه البضاعه توصل في ميعادها، واول ما توصل في ميعادها بنستلم المشتريات دي ونفحصها ونتاكد انها مطابقه للمواصفات اللي احنا اتفقنا عليها، وبعد ما اتاكدنا بقى المفروض ان هو ياخد فلوسه، فطبعا نراجع الفواتير نشوف اتاكد ان السعر ده هو اللي اتفقنا عليه، ونديله بقى ان احنا استلمنا عشان يروح هو بقى ياخد فلوسه من الاداره الايه الماليه. طبعا الصفحات اللي جايه بتشرح الكلام ده بالتفصيل، الخطوات دي بالتفصيل، انا قلتها هنا باختصار وده اللي ايه اللي يهمنا، فالخطوات اللي جايه اللي هم 6 خطوات دول مش هنشرحهم تاني، هنخش بقى في الخطوه اللي بعد كده بقى. لما نيجي نتكلم بقى على اهداف اداره الشراء بصفه عامه، بيقولوا حاجه اسمها الفايف رايتس، يعني 5 حاجات يتعملوا صح. ايه ال5 حاجات دول اللي هم موجودين باللون الاحمر دول؟ الجوده والكميه والسعر والوقت والمصدر، يعني لازم نشتري البضاعه او الاحتياجات اللي احنا عايزينها بجوده مناسبه وكميه مناسبه وسعر مناسب ووقت مناسب ومصدر توريد مناسب. بس نخلي بالنا هنا احنا ما قلناش الجوده الافضل، ما قلناش الكمية الأفضل، احنا قلنا مناسب، لأن المناسب لشيء جايز ما يناسبش لشيء تاني. يعني لو قلنا احنا عايزين إزاز عشان نستخدمه في الشبابيك، طيب هو الإزاز ده نوع واحد؟ لا، ما في أنواع مختلفة. طب الإزاز ده لو كان أبيض ولا سادة يعني، ولا ملون ولا ولا ولا، وسمكه قد إيه؟ فكلمة أفضل دي ما تنفعش عندنا، كلمة مناسبة. يعني لو مصنع بي 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 بيعمل عصائر او بيعمل صلصه، مش هيشتري القوطه الفاخره الجيده بدرجه كبيره جدا عشان يعمل بيها صلصه، لا ده هيشتري القوطه اللي هي اقل جوده اللي هي تنفع. يبقى احنا هنا بنشتري الحاجه المناسبه اللي احنا عايزينها، فكلمه مناسبه هنا افضل من او بنستخدمها اكثر من كلمه افضل، لان كلمه افضل دي احنا بنشتري واحد يشتري حاجه في البيت بيشتري لنفسه افضل اللي هو عايزه، لكن المناسب هو ده اللي يهمنا. يعني لما نعمل برضو موبيليا، في انواع كتير جدا من الخشب، خشب ابيض وخشب مسكي وخشب زان، احنا عايزين الحاجه دي ايه، في اماكن محتاجه جوده وقوه يبقى طلع خشب زان، في حاجات منظر بس يبقى ممكن حتى ساعات بيحطوا بيحطوش خشب، بيحطوا فبر كمان. ده معنى كلمه الافضل، والفرق بينها وبين كلمه ايه انسب، احنا بنستخدم كلمه انسب. هنمسك بقى العناصر اللي احنا قلناهم دول بالتفصيل. نتكلم معنى الجوده، الجوده معناها هل تعني الشيء الممتاز؟ اعتقد دلوقتي انتوا ممكن تجاوبوا على السؤال ده، كلمه جوده مش معناها الشيء الممتاز، معناها الشيء اللي المناسب زي ما هناخد بالتفصيل دلوقتي. زي ما قلنا كلمه جوده تعني الشيء الملائم، الشيء المناسب، والجوده ليها جانبين، جانبين ايه اللي هم دول ايه؟ اللي هم الجانب الفني والجانب الاقتصادي. الجانب الفني ان الحاجه دي مناسبه للشيء اللي احنا بنستخدمه، زي ما قلنا الخشب لما احنا بنستخدمه ده نوعه ايه خشب، هنبقى في الواجهه في المنظر يبقى عايزين خشب رخيص لانه معلوش قوه او معلوش تحمل،
لكن لو حاجه هتشيل وكلام من ده يبقى عايزين خشب ايه ثاني، يبقى جانب فني ان احنا نقدر نقول ان هو الحاجه دي ملائمه للغرض المطلوب تنفيذه. بس تمام، ده مش معناه ان احنا نجيب حاجه غاليه، لا، لازم كمان في نفس الوقت تكون جانب اقتصادي اقل تكلفه ايه ممكنه. يبقى الجوده ليها جانبين، جانب فني وجانب اقتصادي. ازاي بقى نعبر عن الجوده او نوصف الجوده؟ طبعا الامر بيختلف من ماده الى اخرى، كل ماده ليها او كل احتياجات معينه ليها اسلوب وصف معين زي ما هناخد بالتفصيل دلوقتي. اول اسلوب لان احنا نوصف بيه الجوده ان احنا نشتري باسم التجار، نريح دماغنا ونقوم، لان احنا اصلا مثلا في الاجهزه الكهربائيه او الالكترونيه مش هنعرف نفحصها ونتاكد منها من جوه، فكفايه ان احنا نروح لاسم معروف ومشهور ونقول لهم ان احنا عايزين هذا الايه الصنف، فخلاص يعني. بس طبعا نتاكد بس ان احنا بنشتري الحاجه الصح، بنشتري الحاجه الماركه الايه المطلوبه، رغم ان دي بتوفر لنا ان البضاعه تبقى جيده وتؤدي الغرض المطلوب منها. ولكن هنا في عيب بقى. اول عيب ان احنا بنضيق المجال قدام اللي بيشتري، تقول له هات ماركه مثلا سامسونج ولا هم ماركه ال جي، بتبقى حاجه محدده قصاده. احيانا بقى عشان نتغلب على دي المشكله نقول له احنا عايزين نشتري ماركه معينه او ما يعادلها، ساعات في ماركات في السوق يبقى في حاجات قريبه منها. واحيانا برضو بنشتري باسلوب تاني، لان الماركه دايما الاسم الكبير والمشهور والعلامه المعروفه بتبقى سعرها غالي، فاحنا مش عايزين بقى نشتري اللي ايه بسعر كتير زي ما قلنا الجانب الاقتصادي. فساعات بنقول المواصفات بتاعت الايه الحاجه، يعني لما نيجي نشوف مثلا الادويه، بعض الادويه بنلاقيها نفس الصنف ونفس النوع ليه اسمين تجاريين، اسم تجاري بتاع شركه كبيره ومعروفه بيبقى سعره غالي، واسم تجاري تاني لشركه تانيه مش معروفه قوي بس نفس الماده الفعاله جوه بتكون بسعر اقل. فاحنا هنا بدل ما نوصف بقى نقول اسم الدواء او الماركه، نقول اللي ايه المكونات اللي جوه. عشان كده ساعات بتجد ان في دواء، يعني انا فاكر ان كان في دواء مره كان ب 80 جنيه علبه فيها 30 قرص، نفس المواصفات اللي جوه او نفس تركيبه الدواء ده شركه تانيه بتبيعه ب 25 جنيه. فاحنا هنا ممكن ايه نتغلب على الموضوع ده ان احنا نشتري نحط المواصفات اللي ايه اللي جوه الايه السلع بدل ما نقول الاسم التجاري. الاسلوب الثاني عشان نوصف بيه الجوده مواصفات قياسيه عامه. كلمه عامه معناها انها بنفس الوضع في كل حته، يعني لما نيجي نشوف لو حصل ان في لمبه عندنا اتحرقت في البيت هنشتري لمبه ثانيه ونركبها مكانها. اللمبه دي مقاس الالاوز او مقاس الدوايا مقاس واحد على مستوى الايه العالم. العربيه بنحط لها بوجيه عشان العربيات اللي هي بتشتغل بالبنزين، ايا كانت العربيه المقاس بتاع البوجيه او كان نوع البوجيه بيبقى نفس السن بتاعه ايه واحد. طبعا الاسلوب ده فيه ميزه لان احنا سهل الفحص، ظاهري بنعرف اذا كان اللمبه دي الاوز ولا لا، والاسعار منخفضه وفي كتير بيبيعوا، وبالتالي ما عندناش واحد بس بيحتكر السلعه ويبقى سعره ايه غالي. الاسلوب الثالث اللي بيساعدنا على التوصيف او ان احنا نوصف الجوده الاسلوب اللي هو الرتب. والرتب غالبا بيستخدم للحاجات الطبيعيه، الحاجات الموجوده في الطبيعه بتبقى مش بنفس مش متساويه، يعني البترول بنجد فيه بترول ثقيل وبترول خفيف، والله اعلم من اللي هيطلع ايه. زي الشجره اللي فيها حاجه معينه زي البرتقال مثلا، بنجمع البرتقال ونحطه في قفص واحد، ولكن مروح عند البياع بيفرز الكلام ده ويطلع في نوع معين يبيعه مثلا ب 7 8 جنيه كيلو، وصنف معين اقل شويه واصغر شويه يبيعه بسعر 4 5 جنيه كيلو. وساعات ممكن يلاقي برتقال نفسه متجرح ولا يعني مش جيد جدا فبيبيعه بسعر اقل من كده. وبنشوف احنا القطن برضه احنا عارفين طويل التيله وقصير التيله ومتوسط التيله، فاحنا دي الرتب بتستخدم لتوصيف المنتجات الطبيعيه اللي هي عمرها ما تكون بنمط ثابت. لكن في ناس ساعات يسال يقول لك الله، طب ما الرتب برضه ممكن تستخدمها لتوصيف بعض الحاجات المصنعه مش الطبيعيه، زي ايه؟ زي السيراميك مثلا، يقول لك في سيراميك درجه اولى او فرز اول وفرز ثاني وفرز ثالث وما الى ذلك. لكن طبعا نخلي بالنا ان المصنع اللي بيصنع السيراميك هو مش قصده يطلع درجه فرز ثاني وفرز ثالث،
هو اصلا بيصنع عشان يطلع فرز اول، لكن بيحصل عيوب خاصه بقى بالمكنه وبالخامات، فبيضطر يبيعها بسعر اقل ويسميها فرز تاني، والاقل منها بفرز تالت ويبيعها بسعر ايه اقل. يبقى اساسا الرتب تستخدم للمواد الطبيعيه او توصيف جوده المواد الطبيعيه. الاسلوب الرابع عشان نوصف بيه الجوده اللي هو المواصفات الخاصه. في شركات بيبقى ليها حاجات معينه بتطلب مواصفات خاصه مش موجوده في الايه في السوق، يعني مثلا عايز ماده كيماويه وعايزها بتركيز معين للاستخدام وايه لاستخدامه الخاص بيه هو، او حديد بكثافه معينه لاستخدام يحط بيه شغله هو او الشركه الهندسيه ولا بتاع كمان. فدي بقى مواصفات خاصه بتحطها الشركه وبتطلب الموردين يوردوها، فنتاكد من المواصفات اللي احنا بنشتريها دي حسب المواصفات اللي احنا حددناها مواصفات خاصه بينا احنا بس. لكن بالنسبه للمواصفات الخاصه ليها مزايا بقى ان احنا نشتري عن طريقها، يعني طبعا المشتري لازم يحط المواصفات، فطبعا ده عليه يفكر ويدرس عشان يحط المواصفات، عشان يراعي النقطتين اللي احنا قلناهم اللي هي المواصفات الفنيه او الجانب الاقتصادي والجانب الفني، وهيبقى متاح قصاد الموردين، يبقى عند بيعرض الكلام ده على الموردين، يبقى في منافسه بينهم، كل واحد يطلع السعر الافضل او المواصفات الافضل. وهنا لو كانت كميه كبيره، فرضا ان احنا عندنا كميه كبيره صعب مورد واحد يجيبها لنا، فلو قسمناها بين اثنين موردين او ثلاثه واحنا حاطين مواصفات محدده، فرغم ان الحاجه هتيجي من اكتر من مورد، لكن هتبقى في النهايه نفس المواصفات اللي جايه من ده هي نفس المواصفات اللي جايه من ايه؟ من التاني. التوصيف عن طريق العينات بقى، احيانا بيبقى صعب ان احنا نوصف بضاعه جايه لنا من بره من زمان ومش عارفين نوصفها، فممكن ناخد بقى القديمه ونوديها للمورد نقول له هات لنا زي دي. يعني حاجة عندنا موجودة فعايزين نجيب زيها، فبنديله جزء منها وهات لنا زي دي، يبقى دي هنا هديله عينة يشتري ايه عشان يشتري على اساسها. او برضو ساعات بعض الموردين يبقى عندهم اشياء جديدة عايزين يعرضوها علينا، فممكن ايه يجيبوا لنا عينة او جزء من اللي عندهم عشان نجربه ونشوفه ونقرر اذا كان يعجبنا ولا لا، هنشتري ولا مش هنشتري. لو جينا بقى سألنا سؤال بقى، ايه الطريقة الأفضل من اللي احنا قلناهم دول؟ هل عشان نوصف الجودة، هل أحسن لنا نوصف عن طريق الأسماء والعلامات التجارية، ولا أحسن لنا نوصف عن طريق المواصفات القياسية العامة، ولا المواصفات الخاصة، ولا الرتب، ولا العينات؟ طبعًا الإجابة هتكون إن مفيش طريقة من دول تعتبر الأفضل، لأن كل طريقة من دول مناسبة لشراء أصناف معينة. فممكن يكون عندنا في نفس المصنع بنستخدم الخمس طرق، في الاجهزه الكهربائيه بنجيبها عن طريق العلامه التجاريه، وقطع الغيار بنجيبها عن طريق او بنوصفها عن طريق المواصفات القياسيه العامه، ومثلا المواد الكيماويه يبقى المواصفات الخاصه، بنشتري خامات زراعيه فتبقى عن طريق الرتب، بنشتري حاجات تانية جايز مش محدده للوصفه فبنشتري عن طريق العينات. فما فيش طريقه هي الافضل في جميع الحالات. في مفهوم في الجودة اسمه الجودة الشاملة او TQM. TQM اختصار لتوتال كواليتي مانجمنت، يعني الجودة الشاملة بالعربي. فبنقول ان المنشأة فيها اجزاء كتيرة جدا، كل ما موجود في المنشأة لازم يتعمل صح، وهدفنا في النهاية ان احنا نرضي العميل. وكلمة عميل في الجودة الشاملة ما عادتش اللي هو الزبون، لا ده العميل ممكن يكون عميل داخلي وخارجي. العميل الداخلي اللي هو العاملين في المنشأة، العميل الخارجي ممكن يكون الناس اللي بيجيبوا لنا البضاعة والناس اللي بيشتروا مننا المنتجات بتاعتنا. يبقى في اللي هو العميل الداخلي والعميل الداخلي الخارجي، هم دول كلهم مهمين. ده هدف الجودة الشاملة انها ترضيهم كلهم ويبقى عندنا جودة. لكن تعالوا بقى نشوف الجودة بقى في إدارة المشتريات بالنسبة للجودة الشاملة زي ما ناخد الوقت. وطبعا عشان نتاكد من الجوده لازم نفحص البضاعه عشان نتاكد انها جيده. هنا بقى اللي احنا فحصناها عند المورد قبل ما يجيبها لنا،
في مثال بيقول ان احنا ممكن نتكلف في تكلفه بسيطه جدا، نبعت واحد من عندنا يشوف الحاجه هناك، لقاها كويسه يبعتها، لقاها مش كويسه لا يظبطوها زي ما احنا عايزينها. التكلفه ساعتها هتكون عند الراجل ده تكلفه جنيه واحد بس للوحده، لكن لو هي جت عندنا قبل ما نعمل لها فحص ونفحصها عندنا وكشفنا انها معيبه وهنرجعها، ففي تكاليف نقل رايح وتكاليف نقل جاي. فطبعا هنا بقى هيبقى مشكله مين على مين التكلفه دي. في النهايه التكلفه بتعلى شويه تبقى 10 جنيه، ولكن لو احنا ما فحصناش البضاعه جت وحطيناها في الايه في المخزن وجينا نستخدمها نحطها في الانتاج بقى او ننتجها او نوضبها او قطع الغيار بنركبها وكشفنا انها معيبه، هنا برضو التكلفه او الخساره هتكون اعلى توصل ل 100 جنيه. لكن لو برضو عدت والعامل انتجها وخلص منها وظبطها، لكن ساعه ما ايه نكشفها بقى قبل ما نبيعها ساعتها ممكن ايه التكلفه بتكون 1000. لكن برضو ممكن نتغاضى عن كل ده الكلام ده كله، وان احنا ايه اهو العمال اهملوا والبضاعه جت وما فحصناهاش وانتجناها وبعناها، العميل بقى لو اكتشفت بعد ما وصلت له طبعا ان احنا بنضمن الحاجه دي ان احنا انتجناها هيبقى الخساره علينا، الى جانب بقى خساره سمعتنا في السوق. يعني خساره لو اكتشف المعيب عند وصول المنتج للعميل مش 10000 بس، ممكن تكون اكتر من كده. العميل ده اللي هيشتري مننا هيقول لقرايبه، هيقول لزمايله، هيقول لاصدقائه، هيقول لهم الشركه دي منتجاتها مش كويسه، فبالتالي احنا ممكن الخساره تبقى اكتر من كده بكتير. نبدا بعد كده نتكلم على الكميه المناسبه. زي ما قلنا قبل كده اتكلمنا على الجوده المناسبه، نتكلم دلوقتي على الكميه المناسبه. ازاي بقى نحدد الكميه المناسبه او ايه العوامل المؤثره في الكميه المناسبه؟ وطبعا عشان نتكلم عن الكميه تعال نشوف بقى مخاطر اللي بتحصل لو الكميه اقل من اللازم، وبرضه المخاطر اللي بتحصل لو الكميه اكتر من اللازم، ونخلي بالنا في الحالتين في مخاطر، ومفيش واحده اكتر او اقل من الثانيه. يعني درجه حراره البني ادم الطبيعيه 37 درجه، لو درجه الحراره دي بقت 38 ده مش كويس للبني ادم، ولو بقت 36 برضه مش كويس للبني ادم. يبقى في كميه مناسبه اكتر منها خطر واقل منها خطر، والخطرين متساويين. تعال نشوف مثلا مخاطر الشراب بكميه اكبر من اللازم. احتمال الاسعار تقل، يبقى البضاعه اللي عندنا شارينها بثمن هتلاقيها في السوق بثمن اقل، وبالتالي التكلفه هتكون عندنا عاليه. واحتمال تتلف نتيجه التخزين وقعدها فتره طويله، واحتمال تتقادم، وكلمه تتقادم معناها مدتها تطل، مش تتقادم يعني بقت قديمه لا، الموضه بتاعتها بطلت. الى جانب طبعا دي فلوس متعطله في بضاعه، يبقى دي خطر، الفلوس متعطلتين اموال، وارتفاع تكلفه التخزين، البضاعه زياده عن اللزوم ومتخزنه وفي تكلفه التخزين، وطبعا جزء من الفلوس مجمد في بضاعه، يبقى عندناش فلوس سايده نقدر نستخدم بيها استخدامنا العالي بقى ونشتري بيها حاجات ثانيه يعني. لو كان بقى المخزون اقل من اللازم ممكن الانتاج يقف بسبب ان الخامات مش موجوده، وطبعا هنضطر نشتريها بسرعه، احتمال بقى كبير ان السعر بيكون اعلى. وطبعا لو جبنا كميه صغيره بسرعه عشان نمشي حالنا هنجيب لها عربيه نقل، تكلفه النقل نفسها بتكون عاليه لان بتحسب المشوار ما بتحسبش بايه بالوزن يعني. نتكلم بقى العوامل المؤثره لتحديد الكميه المناسبه. اول حاجه معدل الاستخدام، طبعا اللي بيستخدم كميه كبيره كل يوم او كميه كبيره في اي وقت يبقى اكيد هيشتري كميه اكتر يعني، وطبعا لو كميه اقل بيستخدمها يبقى هيشتري كميه قليله. اتجاهات الاسعار، لو الاسعار بتزيد يبقى لازم نشتري دلوقتي عشان نستفاد من فرق الاسعار، يبقى نشتري كميه اكبر. لو الاسعار بتقل نشتري اول باول، نشتري النهارده بسعر بكره عشان نشتري بكره بالسعر الاقل. والعنصر برضه اللي بعد كده ثبات التصميم، لو التصميم بتاعي ثابت يعني لو بعمل حاجه وثابته على طول مش هتتغير الموضه بتاعتها والمواصفات بتاعتها اشتري كميات كبيره. لكن لو هتتغير مواصفاتها والوانها والكلام من ده لا، ده اشتري كميه ايه اول باول. الى جانب برضو دي حاجه كلها في ايديا، لكن ظروف العرض والطلب مش بايدي، يعني ساعات ببقى انا عايز ولكن الطلب يعني في طلب موجود لكن ما فيش عرض، فغصب عني بشتري المتوفر او الكميه الموجوده. ضمن عوامل مؤثره برضو هنتكلم عليها بالتفصيل تكلفه الطلب وتكلفه الاحتفاظ بالمخزون. تكلفه الطلب مرتبطه بالمره، تكلفه المشوار، يعني من واحد بياخد عربيه
لو فرضا واحد بيركب تاكسي من بيته عشان يروح للسوق عشان يشتري حاجه، فالتاكسي بياخد منك مثلا ايه 20 جنيه في المشوار، سواء انت اشتريت بضاعه او اشتريت حاجه بثمنها 20 30 جنيه او اشتريت حاجه ثمنها 2000 3000 جنيه، هما اللي ايه ال 20 جنيه رايح وال 20 جنيه جاي، وتكلفه الاحتفاظ بالمخزون برضو ايه هنتكلم عليه. عشان نحسب الكميه المناسبه في عندنا 3 طرق، طريقه الرسم وطريقه الجدول وطريقه المعادله. المشكله بقى في طريقه الرسم وطريقه الجدول محتاجين حضور ومحتاجين عشان نقدر نوضحها اكتر يعني، ولكن عشان الظروف اللي احنا فيها دي وظروف المحاضرات اللي هي عن طريق النت او حاجات التعليم الالكتروني، هنركز بس على الايه على المعادله اللي بتحدد لي الكميه الايه المناسبه ونفهمها بعضينا وممكن تيجي في الامتحان باذن الله. ازاي نحدد الكميه المناسبه بخلال المعادله؟ المعادله بتاعتنا بتقول كاف بتساوي الجذر التربيعي لاتنين ط عين على نون. تعال نشوف الرموز دي تعني ايه. كاف اللي هي الكميه الاقتصاديه اللي احنا او الكميه المناسبه اللي احنا هنشتريها، وط الاحتياجات السنويه اللي احنا عايزينها، وعين تكلفه امر التوريد او تكلفه امر الطلب او تكلفه المشوار الواحد، ونون نسبه تكاليف التخزين. تعال نطبق المعادله دي ونشوف بتطلع الكميه المناسبه ازاي. المثال عندنا بيقول ان اذا كانت احتياجات السنويه 15000، احتياجات السنويه دي رمزها ط، وتكلفه امر التوريد 20 جنيه دي اللي هي ايه عين، ونسبه تكاليف التخزين 10%، ازاي نحسب الكميه الاقتصاديه اللي هي كاف؟ هنطبق المعادله. كاف بتساوي الجذر التربيعي لاتنين في 15000 اللي هي مكان ط في 20 اللي هي مكان ايه عين على 10% اللي هي نسبه تكاليف التخزين. هيطلع لنا ان احنا محتاجين كل فترة أو كل مرة نشتري كمية مناسبة قدرها 2450 جنيه. المعادلة بتاعتنا اللي احنا خدناها دلوقتي بالجذر التربيعي لاتنين ط عين نون على نون، ممكن نستنتج منها حاجات. عدد مرات الشراء لو احنا احتياجاتنا السنويه ط، لو قسمناها بنشتري قد ايه في كل مره هيدينا عدد مرات الشراء، وتكلفه التوريد بتدينا بقى عدد مرات الشراء اللي جبناها من الخطوه اللي قبل كده في تكلفه امر التوريد الواحد، وتكلفه التخزين عباره عن الكميه في نون نسبه تكلفه التخزين على 2، ونطبقها على نفس المثال بتاعنا اللي فات الوقت. اما نقول بقى عدد مرات الشراء، ان احنا قلنا الكميه الاقتصاديه طلعناها من المعادله كانت 2450، واحنا قلنا بقى ايه ان عدد مرات الشراء بتساوي ط على كاف، ط موجوده في المساله او في المثال 15000، وكاف اللي طلعت من المعادله 2450 بنقسم دي عادي يطلع 6 وكسر مره. طب تكلفه بقى التوريد قد ايه؟ هنبتدي نحسب تكلفه التوريد بتساوي عدد مرات الشراء اللي هي طلعت 6.2 دي او 6.12% دي في تكلفه المره الواحده اللي هي 20 جنيه طلعت 122 جنيه ونص. تعال نشوف تكلفه التخزين بقى منين نحسبها. كاف في نون على 2، كاف اللي هي جت من المعادله 450 في نون اللي هي 10% على الكلام ده كله على ايه 2، هيطلع 122 ونص. لاحظوا حاجه مهمه جدا، ان الكميه الاقتصاديه عندها تكاليف التوريد بتساوي تكاليف التخزين، اي واحده 122 ونص والثانيه 122 ونص، ومجموعهم مع بعض 245. المهم ان هما الاثنين قريبين من بعض
لو في كسر صغير يعني، لو واحده 122 و4 من 10 والثانيه 122 و5 من 10 ماشي، فرق بسيط جدا نتيجه التقريب والحاجات دي يعني. لكن غالبا تكاليف التوريد بتساوي تكاليف التخزين لو احنا اشترينا بالكميه المناسبه اللي طالعه من الايه المعدل. احنا كده اتكلمنا على الجودة المناسبة والكمية المناسبة، نتكلم بقى على الوقت المناسب. يعني ايه الوقت المناسب؟ يعني امتى نشتري وامتى دي مش مرتبطة بميعاد يوم كذا ولا يوم السبت ولا الشهر الفلاني، لا مرتبطة لما الكمية اللي عندنا تبقى كام بالظبط. يعني مثلا ندي مثال صغير، اولا في معادلة هنا هنستخدمها، المعادلة في نقطة عطل الشراء او الوقت اللي هشتري فيه بتساوي معدل الاستخدام في فترة الشراء زائد الاحتياطي. ونخلي بالنا لما يكون في عندنا ضرب وجمع نخلص الضرب الاول وبعد كده ايه نجمع. ففي مثال بيقول عندنا لو عندنا فتره الشراء لصنف معين 15 يوم، بمعنى ان احنا لو قلنا للمورد هات لنا البضاعه دلوقتي هيجيبها لنا بعد 15 يوم، واحنا بنستخدم كل يوم 50 وحده، وفي عندنا نظام بيقول ان المخزون بتاعنا ما يقلش عن 250، يعني الحد الادنى 250. امتى نشتري او نقطه اعاده الطلب او نقطه اعاده الشراء تبقى كام؟ هنحسبها حالا الوقت. قلنا نقطة إعادة الشراء بتساوي طول فترة الشراء بمعدل الاستخدام زائد المخزون الاحتياطي، ونخلي بالنا زي ما قلنا هو انا حطيت بين قوسين اللي بتوع الضرب دول اللي هو طول فترة الشراء في معدل الاستخدام، نضرب الأول واللي يطلع الناتج نجمعه على المخزون الاحتياطي. فاحنا قلنا في المثال اللي فات إن طول فترة الشراء أو فترة التوريد بتبقى 15 يوم، وبستخدم في اليوم 50 يبقى 15 في 50، 15 في 50 هيطلعوا كام؟ هيطلعوا 750. والمخزون الاحتياطي 250، جمعنا بقى 750 زائد 250 ده 1000 وحده. معناها ايه الكلام ده؟ معناها لما رصيد المخزون عندنا يوصل ل 1000 وحده ندي امر توريد جديد. طب هنعرف ازاي؟ في برامج كمبيوتر بتحرف لنا، يعني كل ما اطلع كميه بثبتها على الكمبيوتر فالكمبيوتر بيديني انذار او يديني تنبيه ان الكميه وصلت لايه؟ ل 1000، اشتري كميه جديده. او العامل اللي في المخزن على طول كل يوم يشوف الايه؟ الرصيد عنده كام؟ اول ما الرصيد يوصل لايه؟ ل1000 يطلب يشتري كميه جديده. يبقى وقت الشراء هنا ما نقصدش بيه ساعه معينه او يوم معين او شهر معين، نقصد بيه الكميه. لما نوصل الكميه لكام نبدا نشتري. نتكلم على السعر المناسب، ونخلي بالنا احنا بنتكلم على الوقت اداره المشتريات. قلنا اللي اهدافها الفايف رايت اللي هو الجوده المناسبه اتكلمنا عليها، والكميه المناسبه اتكلمنا عليها، والوقت المناسب اتكلمنا عليه. فاضل حاجتين، السعر المناسب والمصدر الايه المناسب. بالنسبه للسعر المناسب لازم السعر يحقق شرطين، العدل للبائع والمشتري. لان انا لو ضغطت على البائع الوقت واشتريت منه لظروف معينه بسعر اقل، الاحتمال البائع ده يخسر ويطلع من السوق يفلس، مش هلاقي موارد اشتري منه. فلازم يحقق له مكسب ويحقق لي انا ايه رضا. عشان كده ايه لازم يبقى فيه عدل بين البائع والمشتري. يبقى العدل الاثنين مش لواحد منهم بس. عشان نحصل بقى على السعر المناسب عندنا فيه اكتر من طريقه. الطريقه الاولى طريقه المناقصات، ولازم نفهم يعني ايه مناقصه. وساعات بنجد في الاعلان في الجرايد يقول لك عطاءات ومناقصات. على فكره العطاء هو المناقصه. يعني لو فرضا انا ناقصني ان انا محتاج مثلا سيديهات عشان اسجل عليها محاضرات، دي ناقصاني. لو حد بيعرض عليا الكلام ده هو بيعطهاني، يبقى معناها ان ايه المناقصه او الحاجه ناقصه بالنسبه للمشتري، والبائع بيبقى ايه بيبقى في عطاء من الايه من البائع. فالمناقصه هي العطاء هي المناقصه، بس من وجهه نظر البائع والايه والمشتري. وكلمه مناقصه انا بعمل اعلان وكل واحد بيتقدم بالعرض بتاعه، وغالبا العرض بيبقى نوعين، عرض فني وعرض مالي. ايه العرض الفني ده؟ ان هو المواصفات، يعرف المواصفات اللي انا عايزها، بيقدم ايه العرض بتاعه ان انا هجيب لك المواصفات كذا 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 حسب ما انا حددتها. والجزء الثاني العرض اللي ايه المالي بقى، ان سعر الطن ولا سعر الكيلو ولا سعر المتر حسب نوع الايه الحاجه. بس نخلي بالنا ان كل واحد بيقدم الحاجات دي في خاصه العرض المالي في ظرف مقفول،
ولو فاضل عندي اربع خمس موردين جابوا لي العروض الماليه بتاعتهم، بقول لهم في تاريخ معين بفتح بيه الظروف دي عشان كلهم يكونوا قاعدين قصادي عشان في شفافيه. فاقول لهم بقى ايه، بفتح الظرف قصاد الناس ونقول ان المورد رقم واحد سعر المتر بتاعه 10 جنيه، والمورد رقم اتنين سعر المتر بتاعه 11 جنيه، والتالت مثلا ايه 8 ونص. كده كلهم عرفوا ان المورد التالت سعره اقل، فخلاص هو ده اللي هتعاقد معاه وانتهى الايه الامر، وكل الاخرين هيمشوا وهم عارفين ان الراجل ده سعره ايه اقل. الطريقه الثانيه طريقه المفاوضات بقى، ان احنا ما بعملش مناقصه هنا، انا بنزل السوق واشوف ايه البضاعه بكام وابتدي اتفاوض. وكلمه التفاوض مش معناها الفصال، دايما الفصال احنا بنبص على السعر بس، لكن التفاوض بنتكلم بقى السعر كام والكميه قد ايه، وهتجيبها لنا ازاي، النقل تكاليف النقل على مين، وهندفع ازاي، كاش ولا على ايه فترات. فدي بقى محتاجه تفاوضات ونقعد نتكلم، ويبقى غالبا المفاوضات بتكون مع شخص واحد بس او مورد واحد بس. نتكلم بعد كده بقى على المصدر المناسب للتوريد. طبعا ضمن خطوات معينه بنحصر الموردين اللي ممكن عندهم البضاعه اللي احنا عايزينها او ممكن يوردوها لنا، وبعد كده بندرسهم واحد واحد ونشوف كفاءه كل واحد من حيث التزامه بالمواعيد والتزامه بالاسعار وقربه من المنشاه، لان المورد القريب هيبقى افضل من المورد البعيد. وبعد كده نقيم اداؤه بقى لو كنا اشتغلنا معاه قبل كده، او نعرف ان في سابقه اعمال ممكن يوريها لنا، ونسال الناس اللي كانت تعاملوا معاه قبل كده ونشوف بقى ان هو الافضل منهم، ونبتدي نبدا معاه علاقات طيبه ومستمره عشان يفضل يورد لي الحاجه اللي انا عايزها باستمرار. وعشان احصر الموردين اللي ممكن يوردوا لي البضاعه اللي انا عايزها، في اساليب كتيره جدا او في اماكن كتيره جدا، ضمنها الكتالوجات اللي بيبعتها الموردين، وفي مجالات متخصصه. يعني في مجال متخصصه في الدواجن، يبقى مثلا لو انا عندي صناعه دواجن بحتاج اعلاف وبحتاج ادويه وبحتاج مستلزمات، فلاقي بيعملوا اعلانات الموردين في المجلات دي، وابتدي ممكن اجمعهم او اجمع اعرف عناوينهم منها. يعني انا جرب اعلاناتهم بقى سواء في اي وسائل اعلان. يعني الدليل التجاري، احنا عارفين ان في كل بلد فيه دليل تجاري متقسم او متبوب، الناس تجار الاغذيه لوحديهم وتجار الاساس لوحديهم وهكذا يعني. وممكن رجال بقى البيع عند المورد نفسه بيقول لنا يعرضوا منتجاتهم علينا، وبقى في معارض ساعات صناعيه ممكن احنا نزورها ونعرف ونقابل الموردين هناك. وممكن يبقى في سجلات الموردين كله زي الموضوع بتاع الدليل التجاري قريب منه، ويمكن رجل المشتريات او شغال في المشتريات ليه زمايل بيشتغلوا برضه رجال المشتريات في شركات تانية، فممكن يبقى يتعرف عليهم ويعرف الحاجات اللي هم بيبيعوها مناسبه لينا ولا لا. الى جانب بقى طبعا اعلانات الانترنت المعروفه اللي بنشوفها دايما، ما بندخلش على الفيس ولا في اي حاجات دي يعني. لما نبتدي بقى نشوف نقيم المورد ونشوف الراجل ده يعني كويس ولا لا، نتعامل معاه ولا لا، في عوامل معينه ناخدها في الاعتبار. اول حاجه الموقع الجغرافي زي ما قلنا، لان الموقع القريب هيبقى فيه تكاليف نقل قليله، وفي نفس الوقت ما في وقت قليل طبعا، بغض النظر عن يعني الراجل البعيد بيبقى فيه مشكله يعني. ممكن بقى المورد عنده انتاج صحيح، لكن عنده انتاج فائض ولا لا. يعني لو في مورد عنده مصنع شغال بطاقه 70% 60%، معناها انه ايه، ان عنده طاقه فايضه ممكن ينتج بيها حاجه ويديها لنا. لكن لو هو شغال بطاقه 100% هيبقى صعب يدينا، لان هو كل حاجته متباعه يعني. وبرده من ضمن الحاجات اللي بتساعدني على تقييم كفاءه الموردين ان المكن اللي عنده مكن حديث ولا مكن قديم، وطرق الجوده عنده، هل عنده طرق مراقبه جوده بحيث ان تطلع الحاجه مظبوطه ويبقى عيوب قليله ولا لا، وبيصون المكن بتاعته ولا لا.
الخدمات اللي ممكن يقدمها، هل بيبقى تكاليف النقل عليه، في موردين ما بيدوش كاش وغالبا يعني بيبقى بيدوا فترات تسهيلات اعلى، الحاجات دي كلها بتساعدني عشان اختار الموردين لو عندي مثلا 7 8 واختار منهم على اساس العوامل دي بشوف نوع الافضل ليا يعني. لو بصينا علاقة المنشأة بالموردين في ممكن أحد 3، وطبعا لازم برضو نشوف إن هي الأكثر مناسبة لينا يعني. علاقات اليد الطولة أو اليد الكبيرة، إن أنا الأقوى، ودي بتيجي لما أكون أنا هشتري منه مرة وأخلص وخلاص مش هتعامل معاه تاني فما برعهوش، وطبعا دي حالة يعني المفروض ما يبقاش كده يعني، زي ما قلنا إحنا لازم يبقى في مصلحة الطرفين. العلاقة التانية علاقة التعاون، والمفروض دي تكون موجودة يعني، ان انا بتعامل مع حد يبقى في تعاون بيني وبينه، نحقق مصلحه لينا احنا الاثنين بنشترك فيها، مفيش مخاطر على حد مننا. او علاقه المشاركه بقى، ان انا هستمر معاه على طول باستمرار. احيانا بعض الموردين اما بعض العملاء اما يلاقوا ان المورد بتاعه هيحصل له مشاكل، لا يساعده يموله ويجيب له مكان جديد، يديله قرض، يعمل له حاجه، لان ايه، وجود المورد اساسي لوجودي انا، اللي هو بيجيب لي دايما الايه الخامات، يبقى دي اسمها علاقة ايه، مشاركة. غالبا علاقات التعاون والمشاركة هي اللي بتستمر، لكن علاقة اليد الطولة دي ان الواحد يبقى اقوى من واحد مبقاش موجودة يعني. ولو انا لان انا لو لويت دراعك دلوقتي ما الامور بتتغير، لو ان السوق سوق مشترين يعني، المشترين هم المتحكمين وتحكموا جامد ولو دراع الايه المورد اللي هو البائع، فممكن الظروف تتغير مع الوقت، يبقى البائع هيقدر ياخد حقه او ينتقم. احنا مش عايزين عملية انتقام، يا اما تعاون يا اما مشاركة. كده احنا اتكلمنا على اداره المشتريات، زي ما قلنا اداره المواد تنقسم لحاجتين مهمين، الشراء والتخزين. اتكلمنا على الشراء، نبدا على التخزين، ونخلي بالنا الامتحان مش هيخرج عن المحاضرات بس، طبعا لازم ترجع للكتاب وتقرا التوسع، لان المحاضرات دي مختصره شويه، لكن المواضيع اللي اتقالت في المحاضره بس هي دي في العرض ده هي اللي هيجي فيها الامتحان باذن الله. لو جينا نوصف بقى انواع المخزون الموجود في المنشأة، غالبا ما بيخلفش عن 6 انواع. اول حاجة المواد الخام، وطبعا المواد الخام بتختلف حسب المصنع يعني، مصنع موبيليا المواد الخام بتاعته الاخشاب والغيرة والمسامير والحاجات زي كده يعني، لكن مصنع الزجاج الخامات بتاعته مختلفة، مصنع ملابس الخامات بتاعته مختلفة. وبعد كده الاجزاء اللي هي بتبقى جزء من السلعة ولكن مش خامة يعني، زي المسمار ده مش خامة، المقبض ده مش خامة. ساعات بعض الناس شركات بتصنعها داخلي وبعضها بيشتريها من بره. في حاجة اسمها التجميعات الجزئية، يعني مثلا لما يكون عندي عربية واشتري دينمو ليها ولا اشتري مارش ليها، المارش ده منتج ولكن هو جزء في العربية يعني، منتج بالنسبة للشركة لكن جزء بركبه في العربية ايه بتاعتي يعني. في منتجات تم الصنع بقى اللي خلاص انا صنعتها وجاهزة للبيع، فبحطها في مخزن المنتجات التامة لغاية ما تتباع. الى جانب بقى حاجتين مهمين قوي، المخزون تحت التشغيل اللي هي الحاجه اللي ما خلصتش يعني، مثلا لو بنعمل موبيليا الخشب بيتقطع في يوم وبعد كده بيتجمع في يوم ويقعد يومين لغايه ما ينشف التجميع بالمسامير او بالغيره، وبعد كده ادهنه وبعد كده ينشف، يبقى ده ما بيطلعش على طول الايه من الخشب، يبقى على طول المنتج تام، فده اسمه تحت التشغيل يعني. الى جانب بقى اخر حاجة اللي هي المهمات اللي بتساعدني على العمل لكن ما بتكونش جزء من المنتج يعني، محتاج شحن، محتاج زيت، محتاج وقود للمكن، بيشغل المكن لكن مش بيخش جزء من الايه من السلعة. في حاجة مهمة جدا في المخزون اسمها مراقبة المخزون، بس هنراقب على ايه؟ هنراقب على ايه؟ لو بصينا دايما ان المخزون عندنا مش بنفس الاهميه، في حاجات بتبقى مهمه جدا وفي حاجات مهمه وفي حاجات اقل اهميه. لما نيجي نشوف مثلا عشان ندي مثال، لو انا بشتغل في المعادن ممكن يكون عندي ذهب وممكن يكون عندي فضه وممكن يكون عندي حديد، فممكن يكون عندي كيلو واحد ذهب ورغم و10 كيلو فضه و5 طن حديد. الكيلو الذهب رغم ان هو حجمه اقل كيلو واحد فقط ولكن الذهب قيمته عاليه وفي مصنع، فهنا محتاج ان انا اخزنه واخلي بالي مكانه وفي خزنه مقفوله وفي اوضه مقفوله. لكن الفضه
اقل قيمه من الرغم ان حجمها اكبر 10 كيلو لكن اقل قيمه من الذهب، فبرضه عليها رقابه اقل شويه من الايه من الذهب. وال10 طن حديد موجودين حتى في الشارع، مش هحطهم في مخزن لان ايه الحديد رغم كميته وحجمه كبير لكن قيمته بالمقارنه بالذهب والفضه قيمه ايه اقل. فانا براقب بقى كل صنف حسب اهميته، زي ما قلنا بقى اهميه الذهب غير الفضه غير الايه الحديد. فغالبا بنستخدم حاجه اسمها التقسيم الثلاثي، زي ما قلنا بقى الحاجات اللي ايه قيمتها عاليه وحجمها قليل دي تبقى ايه تمثل 20% من عدد الاصناف لكن القيمه العاليه، والتاني المجموعه التانيه 30% من الاصناف قيمتها متوسطه، والباقي بقى 50% من الاصناف لكن قيمتها كلها كميه ايه او قيمتها اقل. وزي ما نشوف بقى طبعا المجموعه الاولانيه بنسميها الف زي اللي هي زي الذهب، والمجموعه التانيه بنسميها ب اللي هي زي الفضه، والمجموعة الثالثة اللي هي جيم اللي هي زي الحديد. شوف بقى ازاي راقب الحاجات اللي زي الذهب وازاي الحاجات اللي زي الفضة وازاي الحديد زي ما هنشوف الوقت. المجموعة ألف أو الجزء المهم الحاجات اللي هي حجمها قليل لكن قيمتها مهمة جدا بيبقى ليها مواصفات معينة، قيمة استخدامها كبيرة، هنا بقى لازم الرقابة عليها مشددة جدا، ومين اللي بيراقب عليها؟ طبعا الإدارة الإيه؟ العليا، ومفيش عندنا مخزون أمان لأن إحنا على طول بنستخدمها أول بأول ومخليين بالنا منها فمش هي هنخزن منها، وبنتابع حركة الصنف يوم بيومه يعني. وطبعا من خطر احتياجات بدقه لان اي حاجه فيها خطر في دي هتكلفنا تكلفه ايه كبيره جدا. وبننوع مصادر الشراء على اساس ان لو حد خلي بينا يبقى في واحد تاني يقدر يحل ايه محله لان الصنف ده مهم جدا. وعلى فكره برضو حكايه اهميه الصنف مش مرتبطه بقيمته بس، يعني مثلا لما نشوف في صناعه دباغه الجلود الملح مهم جدا رغم ان هو قيمته قليله لكن من غيره مش هنقدر نعمل ايه ان احنا نتخلص من البكتيريا اللي موجوده على الايه والحاجات اللي موجوده على الجلد. فاحنا بنشوف اهميه فالالف وب وجيم او بنصرف المخزون حسب اهميته مش حسب قيمته بس. المجموعة بيه بقى اللي قيمتها أقل شوية وأهميتها أقل شوية فبيراقب عليها شخص في مستوى أقل من الشجرة العليا طبعا الدار الوسطى، ويبقى في عندنا بنراقبه كل مثلا أسبوعين ثلاثة كتير كل شهر، وممكن يبقى عندنا ثلاث أربع مصادر ممكن نشتري منهم مش مصادر كتيرة زي المجموعة ألف، وممكن حتى لو في خطأ في التقديرات ما فيهاش مشكلة يعني. المجموعة الثالثة بقى اللي هي عددها كتير لكن أهميتها قليلة، وبالتالي نفوضها لأي حد في مستوى تحت اللي يخلي باله منها، ومتابعة كل 3 4 أشهر، وحتى لو في عشوائية في تحديد الاحتياجات وممكن نعتمد على مورد واحد أو اتنين لأنها ما تمثلش مشكلة عندنا. أهم شيء إن احنا نصنف الأول، ندخل الاصناف المجموعه الف والاصناف المجموعه ب والاصناف المجموعه ج، وبعد كده المراقبه عليهم بقى زي ما احنا قلنا دلوقتي. من ضمن الحاجات المهمه جدا بالنسبه للمخزن ان احنا لازم نكود الاصناف وندي رموز للاصناف، لان عمليه وصف الصنف او نقول بقى ان انا اروح مثلا لو طلبت من عامل ان يروح المخزن يجيب لي قلم، كلمه قلم دي واسعه جدا، قلم للسبوره ولا قلم هكتب بيه ولا قلم اصحح بيه ولا قلم، فهنا لازم احط رمز او كود للايه للحاجه. زي بالظبط ما حضراتكم ليكم ارقام جلوس
لان ممكن يكون في تشابه في الاسماء، ولكن عمره ما يكون في تشابه في ارقام الجلوس. كل واحد ليه رقم جلوس، فرقم الجلوس ده بالنسبه للكليه هو ده الكود بتاعك داخل الايه الكليه. ازاي بيحط بقى كود، او ازاي بيحط دليل رقمي؟ في اساليب كتيره جدا، من ضمنها مثلا استخدام الحروف الابجديه الف وب وجيم وهكذا. ولكن عارفين الحروف الابجديه 28 حرف. طب لو نفرض الاصناف اكتر من كده ونحط حرفين، العمليه هتبقى فيها مشكله شويه. فاسلوب تاني طبعا ممكن استخدم حروف لو الاصناف عندي 10 15 20 صنف بالكثير. في بقى استخدام ارقام مسلسله، واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وما الى ذلك. لكن المشكله ان احيانا لو فرضا زي ما هتشوفوا حضراتكم انتوا ارقام الجلوس بتاعتكم مسلسله، فممكن يكون طالبه اسمها ابتسام موجوده، وبعد كده طالبه بعديها رقم اسمها ابتهال، فانا ابتسام واخده رقم واحد وابتهال واخده رقم ايه اتنين. جت طالبه جديده اسمها ابتسام، فدي هتاخد ايه؟ هتاخد رقم اتنين، وابتهال نخليها رقم ثلاثه. فالارقام المسلسله لو عندنا اصناف عايزين نرتبهم حسب وضع معين، فممكن بقى كل شويه نحط صنف في النص وذوق الارقام اللي بتاعته تعمل مشكله، فما بنلجاش للكلام ده. واحيانا ناخد بقى الارقام مع الايه الحروف، فزي ما ارقام العربيات حاليا موجوده، اللي هي بساعات مثلا بتلاقي العربيه ليها ايه ثلاث ارقام وثلاث حروف، او ثلاث ارقام وحرفين، او اربع ارقام وايه وحرفين وما الى ذلك. ودي برضو ده طريقه عشان اعرف ادي كود للايه العربيه. وايا كان الكود بقى واخده بطريقه الحروف ولا بطريقه الارقام ومسلسله ولا ارقام وحروف، طبعا دي مزايا ان احنا بنعرف الصنف بسهوله جدا، وبدل ما نقعد نكتب بقى نقول صنف على القلم لونه كذا وشكله كذا ومواصفات كذا، يبقى نحط رقم وبيع ايه وبنخلص على طول، بنعرف في المخزن عارف الرقم ده يرمز ايه وموجود في مكان معين. وحتى لو امين المخزن مشي وجي واحد مكانه، الاصناف مترتبه في المخزن بحسب ارقام معينه او بكود معين، يوصل له على طول من غير ما ايه ما يبذل جهد يعني. وطبعا بيتسجل في الدفتر بايه بالرمز، وكل الحاجات دي ممكن نستخدمها في الكمبيوتر كمان. ومن ضمن المزايا برضو تسهيل عمليه الشراء، ما هو بنشتري صنف كود وكذا، فسهله جدا ان احنا نحدد الصنف بدل ما نقعد نوصفه. والى جانب بقى الوقت قليل بالنسبه للعاملين بالمخزن، بيبقى بدل ما يبقى عنده فكره عن اصنافه محفوظه، بيبقى بمواصفات معينه، بيبقى عنده رقم معين على طول، الصنف رقم كذا، يروح يجيبه او يسجله على طول انه صرف منه قد كده او جه منه قد كده. هنا بقى هنتكلم على جهاز التخزين بيكون تابع لمين في المنشاه. طبعا الامر بيختلف من منشاه لاخرى حسب طبيعه الصناعه وطبيعه الايه المنشاه وطبيعه اهميه المخازن في الايه في المنشاه. غالبا في المصانع او الشركات الصناعيه يبقى جهاز التخزين او اداره المخازن تابعه لاداره الايه الانتاج، لان هي موجوده عشان تدي خامات لاداره الانتاج تشتغل فيها، عشان كده في صله قويه بينهم الاثنين، بتبقى اداره المخازن تابعه لاداره الايه الانتاج. في الشركات الصغيره او المصانع الصغيره او المصانع المتوسطه بيبقى في علاقه قويه جدا بين المشتريات والمخازن، فبتبقى المخازن تابعه لاداره الايه المشتريات، على اساس تبقى اداره المشتريات عارفه قبل ما تشتري تبقى تبص المخازن فيها ولا ما فيهاش الصنف اللي هي هتشتريه، فهنا تبقى تابعه لاداره الايه المشتريات. او ساعات ممكن تكون تابعه اداره المواد، في اداره عندنا اسمها اداره المواد، يبقى ماسكه المخازن والمشتريات تبع بعض. في المصانع الكبيره جدا بقى، مصانع كبيره يعني ما بنشوف مثلا في مصانع جنرال موتورز، يبقى في المخزن او المخازن مش 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 تابعه لحد، هي مخازن كبيرة بتساعد مجموعة المصانع اللي شغالة فيها، بتبقى مستقلة وليها أهمية كبيرة زيها زي الإنتاج وزيها زي التسويق. هنبدأ دلوقتي في موضوع جديد اللي هو المخلفات الصناعية. وإزاي نتصرف فيها؟ نبدأ الأول نعرف يعني إيه مخلفات صناعية. مخلفات صناعية نبدأ بأول صنف فيها المرفوضات. أنتجنا حاجة وبعد ما أنتجناها وإحنا بنفحص قبل ما نبيعها وجدنا إنها فيها عيب، فبتتركن على إيه؟ على جنب. فدي مرفوضة وبالتالي أهي موجودة، نتصرف فيها إزاي؟ هنشوف بعدين.
تاني حاجة من الحاجات بتاعت المخلفات الخردة اللي هي بواقي الشغل عندنا، نسميها بواقي الشغل. يعني لو عندنا بنعمل مصنع موبيليا، بواقي الشغل هي الخشب والنشارة، مصنع حدايد هتلاقي قطع الحديد اللي موجودة، مصنع الملابس قصايص القماش اللي ايه اللي موجودة. طبعا دي مش زبالة، خلي بالكم هي ممكن تكون بالنسبة لنا زبالة، بالنسبة لشركات تانية هي خامات ممكن تخش في حاجة تانية، فممكن يكون ليها قيمة زي ما هنتكلم بعد شوية. بعد كده الحاجات اللي هي المتقدمه، يعني ايه موضتها بطلت، مكان بقى ايه قديم ما عادش يشتغل كويس او كفاءته اقل، فده بقى بالنسبه لنا طبعا ممكن يكون كفاءته اقل لكن ممكن ينفع لمكن او شركات تانية. بالنسبه بقى الفائض، ان احنا جبنا خامات معينه ننتج بيها شيء معين ولسه خامات سليمه ونظيفه. يعني تعالى لما نشوف مثلا لو واحد بيدهن مكان معين، بيدهن اوضه مثلا، فجاب بستليتين مثلا مليان بويه، استخدم واحده ونص، فالنص ده يعتبر سليم بس ما عادش له لازمه عندنا، فهنستخدمه ازاي؟ نفكر فيه برضه. من ضمن الحاجات برضه المخلفات المنتجات المشتقه، بنجد مثلا في تكرير البترول بيطلع غصب عننا غازات، فالغازات دي ساعات بيولعوا فيها كده، بشوف احنا ماشيين كده واحنا ماشيين في الطرق، بعض الطرق اللي جنب اماكن تكرير البترول بتلاقي شعلة مولعة من بعيد، فدي معناها ان هم بيطلعوا بيصفوا بينقوا البترول وبيكرروه، طلعوا منه البنزين والجاز والسولر والحاجات دي، وبقى الحاجات دي بيبقى مشتقة، لكن هنا بنولع فيها عشان نخلص منها. لكن في بعض الاحيان احنا ممكن نخزنها، طب ندور لها على استخدام بقى. واخر حاجه نوعا او في الموضوع بقى كده اللي هو التالف، حاجه باظت نستخدمها وباظت، كاوتش اتقطع، مكنه اتحرقت، الموتور بتاعها دي بعض دي تلفت، يبقى برضو موجوده مخلفات عندنا قد يكون ليها قيمه زي ما هنشوف الوقت. ايه اولا مصدر المخلفات الصناعيه دي؟ ساعات في حاجه اسمها تقلبات صناعيه. يعني ايه تقلبات صناعيه؟ ان في وقت معين في طلب كبير، فبالتالي بننتج كميه، وفي مره واحده الطلب قل، فحصل ظروف صناعيه خلت الطلب على الصنف ده قل، فبقى في بواقي عندنا، فدي مخلفات. الى جانب بقى تطور التكنولوجيا، قلنا بقى ان في مكن جديد طلع بمواصفات احسن، فالمكن القديم بدأ يتركن عندنا، لأن كفاءة المكن القديم أقل شوية. إحنا قلنا قبل كده إن إحنا مخاطر الشراء بكميات كبيرة، لما إتكلمنا المخاطر بتاعة الشراء نشتري كمية أكبر من اللازم، هذه أول نقطة، إن إحنا اشترينا كمية أكبر من اللازم بقت في بضاعة زيادة موجودة في المخزن ملهاش أي استخدام عندنا. وساعات بننتج مقدما واحنا ما قدرناش مبيعات السوق كويس، برضو اهي بضاعة ما تقدرتش كويس وانتجناها وسليمة لكن ما حدش عايز يشتريها، بقت مركونة انها مخلفات. وبرضو من ضمن مصادر المخلفات بتاعتنا الاهلاك الطبيعي، زي ما درست في المحاسبة ان في اهلاك، المكنه بتهلك خلاص عليها عمر افتراضي انتهى امرها، مركونه، عربيه قديمه لعمر افتراضي مركونه، فممكن تتباع كحديد كصاج كخرده، ليها ناسها بياخدوها يعملوا فيها ياخدوا منها قطع غيار او حاجه زي كده. يعني الى جانب بقى زي ما قلنا اللي هي القصايص اللي بتطلع غصب عننا العمليه الانتاجيه، يعني في عندنا مخلفات منها زي القصايص بتاعت القماش وزي الحديد وبواقي الخشب والحديد اللي احنا بنستخدمه وحتى الزجاج كمان. نتكلم بعد كده بقى على مين المفروض يتصرف في المخلفات الصناعيه ويديله المسؤوليه دي. ففي بعض المنشات يقول لك اداره المواد هي المسؤوله، على اساس ان عندها فكره عن الاسعار واسعار الخامات اللي بتشتريها، وبتبقى عارفه مين بيشتريها وتبيعها فين بالظبط، فهي المسؤول. ممكن تكون اداره المواد هي المسؤوله لو في عندنا اداره اسمها اداره المواد. ممكن بعد كده لو في منشأة
حجم المخلفات فيها كبيرة قوي، نعملها إدارة مخصوص، إدارة خاصة شغلتها بس إنها تجمع المخلفات وتحاول تتخلص إيه منها. ده لو حجمها كبير طبعا، حجمها قليل طبعا هيبقى غلط إن إحنا نعمل إدارة اسمها إدارة مخلفات. في بعض المنشآت بتقول إن المخلفات ما دام بتنتج عن الإنتاج يبقى إدارة الإنتاج هي اللي إيه المسؤولة يعني، ولكن يعني إن الكلام ده مردود عليه، لأن ساعات مش عايزين نشغلهم عن شغلهم الأساسي اللي هو الإيه الإنتاج يعني. في وجهة نظر تانية بتقول مادام المخلفات دي هتتباع يبقى مادام عملية بيع يبقى إدارة المبيعات هي المسؤولة، لأن هي شغلتها عملية الإيه البيع. دي وجهة نظر برضه. احنا بنجد ساعات الناس اللي بيجي يشتري المخلفات زي الناس بتوع الرابيكيا، ما تيجي تبيع له حاجة يحاول يخفض ثمنها او يخلي ثمنها يعني في الارض خالص يعني. لكن تعال نشوف بقى على مستوى الشركات ازاي الشركة تحاول ترفع من قيمة المخلفات بتاعتها. اول حاجة ان احنا نصنف المخلفات، لان ساعات المخلفات على بعضها البعض يبقى ثمنها رخيص جدا، لكن لو صنفناها بحيث ان احنا ايه، لو في عندي مثلا مصنع معادن، لو بعنا خردة المعدن الحاجات المقطعة على بعضيها أو البرادة على بعضيها ليها تمن، لكن لو جمعنا الحديد لوحده وعملنا الألمونيا لوحديها والنحاس لوحديها والحاجات التانية لوحديها هتبقى ساعتها قيمة الحاجة إيه أعلى. عشان كده أول حاجة يمكن عشان تساعدنا في زيادة قيمة المخلفات اللي هي الإيه تصنيف المخلفات بتاعتنا. ده إحنا لما بنشوف إحنا التجار الخردة بيشتروا الخردة على بعضيها، وعشان يصنفوها عشان يبيعوها بيصنفوها الأول، يجمع ده لوحده ده لوحده ده لوحده. نبدأ بقى نتكلم ازاي نتصرف في المخلفات الصناعية. أول حاجة احنا ممكن نستخدمها في المشروع نفسه. طب يعني ازاي نستخدمها وهي أصلا مخلفات عندنا؟ لو بصينا مثلا لمصنع زي مصنع الشنط، بيعمل شنط حريمي ورجالي واحذيه حريمي ورجالي، فممكن يكون عنده اصايص جلد صغيره. طب دي ممكن نستخدمها في ان احنا نعمل احذيه او صنادل للاطفال، فده يبقى استخدام المخلفات في المشروع. او احيانا اذا كان في مخلفات ممكن الموارد اللي احنا جبنا منه اصل الخامه بيشتري الحاجه دي عشان يرجع ينتجها ويظبطها تاني ويبيعها بشكل مختلف طبعا، يعني بورات الحديد ياخدها يسيحها ويعملها حديد جديد او المونيا وما الى ذلك يعني. فممكن المورد الاصلي ياخدها وياخدها بثمن اعلى يعني من بتوع الروابيكي. لكن لو كان المخلفات حجمها قليل ويعني هتغلبنا في عمليه ان احنا نصنفها، فممكن نبيعها كما هي، نبقى يجي لنا او حد علينا، اي حد يعدي علينا نبقى حاله خلاص يعني. وممكن نبقى في بقى ناس وسطاء بيجوا يشتروا عشان يبيعوا، يعني عارف مين اللي بياخد الخامات دي، او مين بياخد مخلفات الحديد، ومين بياخد مخلفات القماش، ومين بياخد مخلفات اللي ايه الخشب، فهو ده بيجي بيشتري من ده ويبيع لده وياخد عمولة من ايه من الطرفين. طبعا لو حجم المخلفات كبيرة ممكن نجيب بقى متخصصين شغلتهم ان هم يجي في ايه يعمل لنا استشارة ولنا نعمل ايه بالظبط في المخلفات دي، وينصحنا ويقعدوا لنا ويرشدنا نظبط امورنا ازاي، ويعرفنا مين اللي ممكن يشتري دي ونعمل ايه بالظبط. فممكن نلجأ لهم وهم يساعدونا ازاي نتخلص من اللي ايه ونتصرف في المخلفات. ومن ضمن برضه وسائل تصرف المخلفات ان احنا نهديها هديه لحد، يعني لو عندنا مكنه قديمه خلاص راحت عليها، لو اديناها لمدرسه صناعيه نعلم الطلبه عليها تبقى برضه ليها ايه ممكن تستخدم، لان لو جاز بعناها لحد لمصنع تاني ينافسنا لا احنا نديها هديه للمدرسه ولا حاجه يعلموا عليها ليه الناس. وممكن بقى الاخر حاجه ما احنا نتخلص من المخلفات بقى نعدمها بقى اذا ما كانش في وسيله تانية. وده بيحصل كمان للمصانع البعيده، ساعات بنلاقي مصانع بعيده في اماكن بعيده
وعندها مخلفات، فعشان تبيعها لازم تجيبها للبلد هنا هون، او تكلفة نقلها لوسط البلد بتبقى عالية، فيقول لك نولع فيها ونريح دماغنا وخلاص عشان ما يجيبلناش حشرات وما تعملناش ايه مشاكل يعني. طبعا احنا عارفين ان الوقاية خير من علاج، احنا بدل ما يبقى عندنا مخلفات ونتصرف فيها، طب ما نحاول نتجنب وجود مخلفات اصلا. طب ازاي نحاول نتجنب وجود مخلفات؟ احد الاساليب المهمة في تجنب وجود المخلفات ان احنا ندرس الطلب بعناية، عشان ما نشتريش حاجة اصلا اكتر من الايه من اللازم، او ما ننتجش كمية اكتر من الايه من اللازم، وبالتالي هيفيض عننا شوية. لا، ندرس الوضع بشكل جيد قبل ما نبتدي نشتري حاجة أو ننتج حاجة، عشان يبقى المخلفات تبقى أقل ما يمكن. طبعا المخلفات تبقى صفر ده مستحيل، لازم يكون عندنا مخلفات، بس في ناس بتعرف تخلي المخلفات تبقى كمية قليلة، وناس ما عندهاش خبرة مخلفاتها بتبقى كمية كبيرة. من ضمن الأساليب برضو اللي بيها نقلل المخلفات بتاعتنا إن احنا نغير أحجام الحاجات اللي بنشتريها. يعني لو فرضا إن احنا بنشتري ألواح حديد مربعة عشان نقطع منها قطع مدورة دواير، طب ليه ما نشتريش دواير على طول؟ صحيح جايز تكون أغلى شوية الدواير لأن الموارد هيقطعها لنا وكلام من ده، لكن هيبقى عندنا مخلفات قليلة وما عندناش مشكلة فيها، فبنريح دماغنا من الموضوع ده. نتبقى بقى نتكلم على الامتحان بإذن الله. طبعا هيبقى في عندنا سؤال مباشر تكلم او اشرح عن حاجة مرتبطة بالمشتريات، وسؤال تاني تكلم او اشرح حاجة مرتبطة بالمخازن، وممكن يكون كل سؤال فيه عنصر او اتنين سواء المشتريات او الايه المخازن. وطبعا لو العنصر واحد بس هيبقى اشرح بالتفصيل، لو عنصرين ثلاثة هيبقى اشرح باختصار، الى جانب سؤال عبارات صح وغلط. والاهم شيء عندي في العبارات صح وغلط ان انت تعلل صح ليه وغلط ليه. وخلي بالك ورقة الإجابة 10 ورقات فيها 20 صفحة، فلازم تراعي إنك توسع على نفسك وتوضح عشان يبقى التصحيح عملية سهلة. طبعا بس في نقطة تانية مهمة جدا، هو ممكن الامتحان السنة دي يكون نظام أمريكاني، وهنتكلم عليه. نظام أمريكاني اللي هو مجرد بس نحط علامات على الإيه على الإجابات، ولو الامتحان بهذا الشكل أكيد الكلية هتبلغكم وتعرفكم ازاي يتم الامتحان اللي هو الامريكاني، لان هو شكلين بس في بالنسبه لاسئله الامتحان، سؤال اسئله صح وغلط تحط علامه فقط من غير تعليل، ده نظام امريكاني. والحاجات النوع التاني من الاسئله سؤال وليه 4 اجابات، هتختار اجابه صحيحه منه، وهنعلمكم ازاي نعمل الموضوع ده بالنسبه للامتحان الامريكاني لو كان امريكاني. ما كانش امريكاني يبقى عادي زي ما قلت لكم. الوقت يتبقى شيء واحد بس، ان انا اتمنى لكم ان التوفيق والنجاح باذن الله، والترم ده يعني يكون خير وسعاده على الجميع رغم الظروف اللي احنا بنمر بيها دي. مع تحياتي للجميع، ما كان معاكم الدكتور ابراهيم امام، شكرا.